الراديو 90-90 هواها مصر. ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين وجمالك في ايد امينة. وصلنا دلوقتي لفقرة صح وغلط، وصح وغلط النهاردة هتكون عن الواقي من الشمس. خلينا نبدأ بالغلط. اي ماركة نجيبه من الصن بلوك المهم 100% غلط تماما. الصح ماركة كويسة و50% حماية كافي جدا. بليز يا جماعة بلاش تجروا ورا كلمة 100% المكتوبة على العبوة دي. مفيش حاجة اسمها 100%، مفيش حاجة اسمه عازل تماما فول باور عن الشمس. ده عازل عن الشمس بيحمينا من الشمس أكيد، لكن مفيش حاجة اسمها 100%. فاللي بيحصل ان بلاقي بنات ستات كتيرة جدا، انا شفت الحاجات دي بعناية، جايبالي ماركات مغمورة، ماركات رديئة، بس عشان مكتوب عليها في 100% كافي جدا 50% واقي من الشمس. حاجة تانية ماركة كويسة نجيبها لجميع أنواع البشرة خطأ تماما، لازم يكون لنوع وحالة بشرتك أو بشرتك هو ده الصح. نرجع نقول تاني، في أنواع مختلفة من البشرة، في دلوقتي سان بلوكس للبشرة الجافة والعادية، في سان بلوكس للبشرة المختلطة والدهنية، يمكن مش متقسمين أربع تقسيمات بس الحاجات المايلة للدهون والحاجات اللي مايلة للجفاف. أوكي، ده مش كافي برضو في لحالة بشرتك. يعني إيه؟ بشرتك فيها حبوب، بشرتك حساسة، فما ينفعش أجيب أي ماركة وخلاص أخده من غير ما أقرأ أو حاجة مكتوب عليه لجميع أنواع البشر. ماركة كويسة للكبار والصغيرين مع بعض غلط. الصغيرين حاجة والكبار حاجة، هو ده الصح. جلد الأطفال مختلف عن جلد الكبار، جلد الأطفال حرام والبيبيهات ما بيستحملش، عشان كده بيكون فيه في الصيدليات سان بلوك مخصوص للأطفال. فلازم دايما نراعي الموضوع ده للولاد الصغيرين ان احنا نجيب لهم سان بلوك مخصوص للأطفال. نجيب واقي للشمس من الشمس صاري للبشرة والجسم كل واحد، خطأ. واقي من الشمس الصح فيه للبشرة وواقي من الشمس للجسم، ومتهيألي اتكلمنا في الموضوع ده كتير جدا ان بشره الوجه مختلفه عن بشره عن سوري جلد الوجه مختلف عن جلد العين مختلف عن جلد الجسم، عشان كده بيكون في واقي او سان بلوك للجسم بتركيبه معينه وللبشره بتركيبه برضو مختلفه. ركزوا معايا بقى في النقطه اللي جايه دي يا جماعه، ان احنا نحمي بشرتنا من اشاعات الشمس الضاره UVB، وده بيكون مكتوب على العبوة، كافي جدا، لأن إشعة الشمس UVB هي اللي بتسبب الغمقان والحروق وده همنا، ده خطأ تماما. لازم يا جماعة والصح يكون مكتوب على العلبة حماية من إشعات الشمس الضارة UVB والUVA. UVA مسؤولة عن التجاعيد ودي حاجة مهمة جدا، وعن الخلايا الحية اللي في بشرتنا. ما احنا همنا بس ان احنا ما نغمقش وما نتحرقش، لا دي برضو بتضر لان دي هتسبب لنا تجاعيد وجفاف في البشرة وبتموت لنا خلايا حية في البشرة ومشاكل كتيرة قوي في البشرة. فلازم لما نختار واقي من الشمس نبص على العبوة كده نلاقي مكتوبة عليه UVA و UVB، دي اشعاعات الشمس الضارة. ما نجيبش، ليه نشتري سان بلوك عليه بس UVB؟ ليه ندفع فلوس في حاجة زي كده؟ ندفع فلوس في ماركة كويسة مكتوب عليها UVA و UVB، ايه دول؟ إشعاعات الشمس الضارة. مش مهم يكون ضد المية، لا خطأ، لازم والصح يكون ووتر ريزيستنس او ضد المية. هتقولي طب ما احنا خلاص احنا المصيف خلص، طب احنا مش بنعرق برضو؟ وليه؟ ما نجيب حاجة كاملة متكاملة، مش بنعرق، مش بننزل، مش بنيجي، لا وليه؟ دايما جيبوه برضو يكون مكتوب عليه ووتر ريزيستنس، أي ضد المية. نحطه مرة واحدة في اليوم خطأ، لازم كل ساعتين هو ده الصح. مش كافي خالص ان احنا نحط الواقي مرة واحدة في اليوم، احنا بنقول كل ساعتين ويمكن كل ساعة ونص كمان واحنا في الشمس. طبعا لو احنا حاطين الواقي وقاعدين في المكتب، يعني نزلنا الصبح ورجعنا على المكتب، اكيد مش بنحطه، بنبدأ نحطه تاني لما بننزل والدنيا طبعا تكون لسه في شمس. نحط الواقي قبل النزول على طول، خطأ. الصح إن الواقي من الشمس لازم يتحط ربع ساعة أو 20 دقيقة قبل ما بننزل من البيت عشان يتفاعل مع البشرة وعشان فعلا يحمينا، لكن نحطه على طول خطأ. نحطه على كل الوش والعين، خطأ.
نحطه على الوجه بس. العين للأسف ما بينفع لهاش الواقي من الشمس، العين بيبقى لها كريم العين اللي نحاول نجيبه بدرجة حماية، أوكي، يعني يبقى فيه نسبة حماية. وعشان كده دايما بنقول لما بنقعد في الشمس كتير منطقة العين شوية بتبقى مظلومة، ياريت نلبس نظارة شمس. لو احنا قاعدين في الظل مش مهم، خطأ. لو احنا قاعدين في الظل او جوه العربية او في اي حتة اشعة الشمس مش دايركت علينا، لازم برضو نحط الواقي، لان الحرارة بتغمق، زائد كمان ان الشمس بتعكس عليك. يعني احنا دلوقتي لو قاعدين في النادي تحت شمسية والدنيا شمس، اشعات الشمس بتعكس وبتيجي عليك. عشان كده ناس كتيرة جدا بتقول انا بسمر بالذات على البحر وقاعدة تحت الشمسية. فلازم نحط، طالما احنا في حتة فيها شمس يا جماعة لازم نحط الواقي من الشمس. احط الواقي من الشمس واحطه فوقه ميك اب وهبقى محمية 100%، خطأ، مش كافي خالص، غلط، اوكي. انا دايما بقول لو انت هتحطي ميك اب ما تحطيش واقي من الشمس. كل اللي هيحصل ان هتحسي الميك اب ممكن يبقى ملزق، تقل على وشك، ملوش معنى. انت حطيتي فوقيه ميك اب فملوش اي معنى. انا الافيد يعني ان انا احط كريم نهار في درجه حمايه 15 على افدت بشرتي، رطبتها، ساعدت في الميك اب يثبت، ان الميك اب ما يرملش على وشي، ما يقشرش. لكن الواقي من الشمس مش هيفيدك، اوكي، لانك حطيتي فوق كريم اساس. غير طبعا طبعا لو انت مثلا حاطه مسكره وكحل وسايبه بقيه وشك ما حطيتيش بلاش، ده اوكي ونرجع ينفع نرجع نعيده. لكن لو انا حاطه كريم اساس هعيده ازاي اصلا وملوش اي معنى. حاجه تانية برضو، الميك اب اللي جواه واقي من الشمس او بروتكشن من الشمس كافي؟ لا خطا، مش كافي خالص، اوكي، لان مهما بيكون جواه بروتكشن ما بيكونش زي الواقي من الشمس، ما بيكونش بروتكشن او حمايه عاليه جدا. زائد هرجع احطه تاني ازاي؟ كل شويه بقى همسك كريم الاساس واقعد احطه على وشي، احطه على وشي لحد ما الاقي وشي تخشب من كريم الاساس، مش هينفع، اوكي. واخر حاجه عايزه اقولها، نحط الواقي من الشمس صيف فقط؟ طبعا خطأ تماما، الصح هو صيف وشتاء. جماعة الواقي من الشمس أو الصن بلوك حاجة مهمة جدا تكون عندنا سواء رجالة أو ستات، لأن مثلا أنا عملت حلقات كتير عن الشمس ومدى ضرر الشمس. فكريم صغير بيحمينا، بيحمي جلدنا وبيحمي بشرتنا.